انا قبل 6 سنين كان عندي محاكم قالوا لي بندفعك ناس 600,000 وبتسيب الظهر. احنا مكتب مقبل العقارات ان شاء الله راح يكون مفتاح لاحلام شباب يافا. احنا بنحب يافا واحنا بس بدنا انه نكون ايد واحده وكيف احنا نتخطى الخوف اللي احنا عايشين فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي أيمن مغربي، إخوالي من دار جهبوع، أنا من سكان يافا، من المحبين لأهل يافا. الحمد لله أنا عندي مكتب عقارات مغربي للعقارات، والحمد لله الفكرة اللي أنا فكرت عليها رب العالمين سهل لي إياها، ورب العالمين قال لكل امرئ ما نوى. أنا الحمد لله كانت نيتي إنه أنا كيف أحاول أساعد أهل بلدي وحبايبي، والحمد لله الله جعل لي سبب. الدنيا سكرت بوجهي وكان عندي تسبنوا وأطلع من الدار، بس الحمد لله طلع إنه هذا الإشي لمصلحتي كان، وعسى أن ذكر شيئا وهو خير لكم. لما رب العالمين وقف معي الوقفة أنا حسيت إحساس من جوا إنه أنا لازم أساعد أهل بلدي وحبايبي اللي هم محتاجين لي. رمح معاي، بتصدقش كيف رمح معاي، كيف وقف معاي، كيف ساعدنا، فيش اشي ما عملوش عشاننا، ولاخر نفس ضل واقف معاي. لما اجى ابن بنتي هلا بده خاطب، ابن 19 بده ياخذ مشكنته، ساعد بهذا الجيل ياخذ مشكنته، جاب المحامي شيته بيشتغل معاه محامي، وجاب شريكه، جاب كلهم، واجى عندي على الدار الله يرضى عليه، وفي عنده محامي اللي هو قبالي اللي بنوكه بيشتغل اسمه جلعاد، خلاه يعمل كل الوسائل والضغوطات على اللي بنوكه وهون وهون وهون. لما الحمد لله عمل اللي ما حد مكتب مغربي عمل الاشياء اللي ما حد باختصار بيقدر يعملها ولا سمسار. قال لي اسمعي ام جميل، انت زي امي، اعطي ابن بلدك الك ولولدك. شاب زي هذا بده يتقدم، أنا بدي كل شاب من يافا يسكن بس بيافا. إحنا نسمحش نكون سبب لواحد من يافا يبيع بيته ويطلع بريت يافا. إحنا الحمد لله مكتبنا نتحدى كل العالم، إذا في واحد بيقدر يقول إنه مكتب مغرب للعقارات باع بيت وسكن واحد بريت يافا. طموحي شايف هذا البحر أكبر منه طموحي. المشروع بلش إنه أنا وأخوي كبرنا، أخوي خطب، أنا خطبت، صرنا بدنا نتجوز يعني ونكون عيلة ونتقدم بحياتنا. بل بدوا معنا من المشكنتة، من قبل ما يكون لسه في إشور للمشكنتة. رحت لهم أنا المبلغ الأول اللي معاي زي ما بيقولوا، كان عندنا مواصفات خاصة، أرضي مساحتها 400 متر تقدر تنقسم لاثنين ولا ثلاثة كمان، وقدروا يجيبوا لنا الدار هاي، مرقنا بصعوبات، وقفوا معنا للآخر، وبرضه قدروا يحققوا لنا اللي بدنا إياه. لما أنا فت على العقارات فكرت حالي إنه أنا بس أنجي حالي، إنه كيف أنا أشتغل لي دار وما خصنيش بغيري. لما فت على لما شفت المسؤولية أكبر من هيك والوضع أكبر من هيك، والعالم اللي أنا عشت معهم عندهم ببيوتهم، من إخوتي، من خواتي، من كل العالم اللي بيقفى، فهمت هم محتاجين لي وأنا محتاج لهم. أنا جاي من هم جايين، أنا مش جاي من باب، أنا مش جاي من عالم اللي من فوق، أنا جاي من تحت تحت تحت. والحمد لله رب العالمين، برجع بقول من تواضع لله رفعه الله. أنا لما فهمت إنه الموضوع أنا مش موضوع مصاري، في هون مبادئ وفي هنا إشي من جوا، دافع من جوا اللي بيدفعني
انه انا اقدر، اذا انا بقدر افيد اولاد بلدي. انا كنت انسان يائس من هذا الوضع، لما طلعوني من داري كنت انا يائس ووصلت وضع بدي اطلع بلد يافا. عن جد كان الاشي عندي مستحيل، وكان الاشي مش يعني معدوم، كان معدوم. وصلت لمرحله انه قلت خلص ميؤوس منها، فيش اسكن باجار وخلص ما فيش ايش نسوي. عن جد شكرا لهم للمكتب، هم عن جد اللي اعطوني الامل. الكلمه اللي بختصر لك اياها هي الامل، لانه الدار انا تعبت فيها كثير وفيها مشاكل كثير ودين عندي كثير، وفي عندي انا كمان ابن برضه متضايق ابني، وانجبرت اروح لايمن المغربي ابيع الدار عشان اعطي لابني في النصيب، واروح الدار تاني انا نزيت منها. رحت له يعني الاخ يعني زي ابني والله العظيم، وقف معي للاخر ولا تركني ولا لحظه، يعني من ساعه انا ما يعني رحت له للبني ادم هذا، يعني انا بشكره ابني واعز من ابني. جاب لي الفرن والمترقل كمان، جاب لي اياه وجاب لي الثلاجه والغساله. تفضل، جاب لي الثلاجه والغساله. أيهن انا وجهة نظري انه انضحك علينا 100% لما خلونا من هون. كانوا يخوفونا، يقولنا انتوا بتطلعوا من الدار، هذا العميدار كان بعتلنا تسبب بينوي. لحد هذا اليوم من قبل مدة 5 سنين كل ما بتذكر بقول كان احلى يوم اللي انا تعرفت على الشخص هذا، اللي هو اسمه الشاب هذا ايمن المغربي، لانه كان بني ادم ساعدني الموقع اللي انا كنت ما فيش خروج منه. كان عنده مشكله على عماره كانت موجوده عندي، ولولا هو يمكن انا اليوم مديون مش اقل من 2 مليون شيكل. احنا اغلبيه اهل يافا بنعاني من موضوع السكن، وانا الحمد لله اليوم اهتمامي مظبوط ان انا هذا بيزنس وبشتغل وبترزق منه، هذا كان عيشي. اما انا في هدف انه كيف ان شاء الله ما يكونش ولا اي بني ادم بده مساعده، وانا اكون اقدر ان انا اقدر اكون سبب وما مدش ايدي له. هذا واجب علي عشان انا جاي من نفس المعاناه. يعني اكثر من هيك امان ما فيش. انا قلت له ايش بدي بالضبط؟ انا عندي قصه، هي انه عندي ولد صارت له حادث وصار مقعد على كرسي عجل، وضاري له مطيمة هذا الاشي. ورحت لأيمن فهمته، قلت له هيك هيك، بظرف جمعتين زبط لي وكل عيني أمين، عمل لي كل الإفشاريات وزبط لي الدار تكون متأمة للولد زي ملاك جبرائيل وأجا أنقذك. هيك بالضبط، أنا هيك الإحساس يعني بالنسبة له. هذا حلم إنه واحد من يافا، من أهل يافا اللي بفهم العقلية اليافية وقريب على الناس ومتضامن معهم من كل الجهات طبعا، وإنسان ملتزم، إنه كيف بده يساعد أهالي يافا في المشكلة اللي هي أكبر مشكلة في يافا، اللي مشكلة السكن والإسكان. كانت هي تقريبا ماضي ومخلص الصفقة بإكس مصاري، نجحنا إنه نعمل هذا الإشي ضرب 3 أو ضرب 4. بس الإشي الأهم من هيك كمان إنه مش بس قضية مصاري وقضية صفقة، لا، واليوم هي ساكنة بدار طابوا إلها، طبعا هي كانت بمفتاحية من دون حقوق وإلى آخره، واليوم ساكنة بالدار اللي هي ملكية تامة، بدار كبيرة مش غرفة وغرفتين على البحر. المكتب أكتر عنده نظرة شمولية، نظرة اجتماعية اقتصادية عقارية. على سبيل المثال كان عدة حالات من زبائن اللي توجهت للمكتب بدها تعمل صفقة، بعد تحليل معطيات هذه الزبائن، معطياتها الواسعة الاجتماعية والاقتصادية وإلى آخره، توصلنا لنتيجة أنا والمكتب إنه هاي الصفقة فيها خطورة على الزبون. يعني بهذه الحالة يعني المكتب فضل إنه يتنازل عن ربحه بالصفقة هذه ويوصي للزبون أو يفسر للزبون مدى الخطورة بالصفقة هذه على مستقبله وأبعادها. بجانب التجارة والربح
في كمان أبعاد اجتماعية وأبعاد اللي هي مهمة جدا اللي لا تقل عن هدف الربح من أي صفقة. وهذه هاي الشغلة من يوم التأسيس المكتب كانت بارزة، وهذا الإشي يعني اللي جذبني إنه أتعاون مع المكتب. من طبعا كانت له إيده، كانت طبعا إيد خفية كتير، كانت في قصص في مدينة يافا مع عائلات اللي هي عائلات فقيرة، عائلات معدومة، وكان له يد قوية في إبقائهم أول شيء في يافا. أول شيء بيسعدني جدا إنه بيشتغل مع مكتب عقارات بيكون عربي مسلم، وأهم شيء يافي من أهل البلد، وهذا برفع راسنا لأنه هذا أول مكتب اللي بيقدر يعطينا خدمات، يعني خدمات اللي بتساعدنا من الألف إلى الياء. يعني أنا كنت أبيع بيتي وصعب كان جدا إنه ينباع البيت هذا، تقريبا سنة مرات ودخلت على حالة من اليأس. بيستقبلوك بالابتسامة الجميلة وبحسسوك إنه أنت بأمان وأنت بأيد أمينة، وهذا الإشي اللي أنا شعرته قبل ما اشتغلنا قبل ما اشتغل. وبالفعل ما مر يوم يومين إلا والبيت انباع، يوم يومين البيت انباعه بالسعر اللي أنا بدي إياه. طبعا لما بدنا ندور على بيت بعدها أسبوع أسبوعين لقينا البيت المناسب. يعني السرعة بالشغل، السرعة بالأداء، السرعة بالخدمات، والكل بوقف. بعدين صار عندي مشكلة مع قضية البنك، أنا دخلت على نون اليأس، قلت خلاص كل العملية تبعتنا رح تروح. وبالفعل أخذوا الأمور ببساطة وحلوا لي المشكلة هاي مع البنك، وحلوا لي المشكلة مع الأمور هاي اللي تعصلجت هيك مرة واحدة. بفضل الله تعالى يعني بتحس إنه أنت بأيدي أمينة، والشغل شغل يعني مية مية، يعني جدا جدا جدا. كنت بدور على بيت يكون لي مناسب، وروني أكم دار مضبوط، وعجبتني الدار هذه أكثر الكل طبعا، فالمضبوط قلت لهم نسكر على الدار هذه. إيه أنا دورت يمكن حوالي قبل ما اجي عندكم حوالي تقريبا سنة ونص تقريبا. لا لا ما ليش اللي انا بدي اياه. عندكم تقريبا ظرف جمعتين تقريبا اقل حتى شوي. انا بتامل انه احنا اهل يافا نحاول ان من زيته قليله نبيع دورنا لبعض ونساعد بعض، وصدقني انه في عالم بدها تشتري، بس احنا المشكله تبعتنا انه احنا مضوعين الامل. كل واحد يبيع بيته اول شيء يتوجه لاهل البلد، هذا موضوع كتير مهم. يمكن احنا اليوم مش حاسين فيه، احنا كمان كم من سنه لما بيجي ابنك يتجوز هاي المشكله شفنا احنا هون بيافا. زي ما تقول تقدمت له قلت له ايمن بدي الدكان هذه بدي اخذها وبدي ابلش حياه جديده، بدنا نتقدم بحياتنا. وقال لي ابو حسين اعتبر هاي الدكانه لإلك، مع انه كان كتير عالم بدهم اياها الدكانه، وبالاخر اعطاني اياها انا الدكان، والحمد لله رب العالمين. من الدكان هذه انفتح ابواب والحمد لله رب العالمين، سطرت معنا وبلشنا حياه جديده. جيب من ناحيه دلوني على محامي منيح وكله كان تمام، يعني الحمد لله مشت الصفقه. ما توقعتش هيك يكون الاشي نسبيا لاول مره بتعامل مع عقارات ببيع دار او بشتري دار، فاول محل ودائما بروح عنده ودائما بميت عليهم. انا كنت عندي دار وعطيته مفتاح الدار وانا موجود بالدار انه يروح يفرج الزباين الدار، بكفي مش لازم ارمح انا تعال افتح لي الباب تعال سكر لي الباب، نزار فيه زبون، يعني كل العسكه خلصت وانا يعني بالشغل بس على التليفون تعال اختم وخلص الانيان. يعني احسن من هيك ما كنتش عندي تجربه قبل، عشان الناس لقت، بس إشي زي هذا يعني ما افتكرش واحد يخدمك إشي زي هذا. ممكن اقول لك جيب لي المفتاح، انا ما بمسكش المفتاح بأمن. احنا لما عملنا هذه الخطوه عملنا مقارنه بين المكاتب، لان ان المكتب المقرب انه قدم لنا افضل سعر من الموجود بالسوق اليوم. عملناش غير بعض، ولا بد ان ندعم بعض ونساعد بعض ونكون سند لبعض. انا بطلع اليوم من باب وجع، بتطلع انه بقول انت بتطلع على يافا شو محلاها، وين احنا وين 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 اولاد العرب احنا وين؟ انا يعني بطلع على حالي بجعني الاشي محلى سهريات بنادي القصبة والقلالي صادق يلي ماشي هغادي والصوت يتهلق بلادي.
بفضل الله انا ثبتت هنا اكمل عيله، وان شاء الله انا النيه شئتي انه بوجه كلامي لكل اهلي وحبايبي اللي عنده اي خدمه واي استشاره واي موضوع، انا مستعد لاي استشاره واي موضوع، واحنا جايين نشتغل، احنا جايين نعمل هون عمل، وبفضل الله بفضل الله احنا كنا سبب تثبيت لعشرات العائلات من يافا، من ضمنهم اللي كانوا اللي قبلوا يطلعوا على الشاشه ومن ضمنهم اللي ما قبلوش يطلعوا على الشاشه. انا بوجه كلامي لكل اهل يافا، انا يفاوي زيكم وهمي هو همكم، انا جاي بحكي هون من باب مبدا، من باب واحد بحب يافا، من اهل يافا بحكي، بوصل رسالتي لكل واحد بيافا اللي بده يبيع داره وبده يسوي شيء، يا عمي يتشاور قبل ما تبيع تتشاور لكل شيء له حل. هم دول العمدار والخلاميش عندهم شتوت تبعونهم بيبعثوا لك ورقه انك مديون 500,000 ومديون 600,000 وبدك تفني الدار. هذا كله بخوفونا عشان احنا عايشين على الفطره. احنا مكتب مغرب للعقارات ان شاء الله راح يكون مفتاح لاحلام شباب يافا واهل يافا حبايبنا، زي ما انا كان لي حلم وتحقق وحققته لكثير عالم من يافا وحبايبي واهل يافا بفضل رب العالمين، وهذا وعد علي وعهد امام الله اللي راح اقدر عليه واقدر افيد اهل بلدي وافيد حبايبي. انا راح اكون موجود بالوقت المناسب بالمحل المناسب، انتوا بس كونوا معي باتصال وانا ان شاء الله راح اكون عند حسن ظنكم.